السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا إعادة جذور تقريبا بعد 4 شهور. أنا دايما بحب أوريكم حالة الشعر في بعد كام شهر، يعني مثلا من الفرد ببقى حابة أوي أوريكم حالة الشعر المفروض. ما شاء الله، يعني حالته بتبقى إلى حد ما حلوة ومفروض، ولمعته برضو موجودة. وببقى حابة اوريكم برضو حالة الشعر الجديد، الجذور الجديدة طالعة بطبيعتها اذا ما كانتش افضل. يعني الفيديو دايما ده ببعته للناس اللي هي بتخاف من فرد البروتين، او بتقول مثلا الشعر بيتقطم. الشعر اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين، الشعراية بطولها. لو عندي حالة شعرها قبل ما تفرد شعرها خالص بحاول ابعتها لكم في اخر الفيديو، وتابعوا بقى وشوفوا حالة نتيجة الشعر في الآخر إن شاء الله.